كله تصوير ومكالمات، لا هذا المجد النبوي يعني الانسان يبتعد. حتى هذا يخفف الضغط النفسي على الانسان من الاعمال والارتباطات. كما ذكر المختصين في مجال الطب النفسي انه من الصحه النفسيه البعد عن الهواتف في فترات من وقت الانسان وعدم الانتباه عليها والانشغال. ويستخدم الهاتف كمان ممكن في معلومات دينيه وحاجات مفيده له برضه وهو رايح المدينه. صحيح، كما ذكر ابو عمر انه كذلك من الفوائد باستخدام الهاتف، حتى ان استخدم الانسان الهاتف فليبحث عن المعلومه، يبحث عن دينه، يستفيد منه. يعني الاشكاليه يا كرام كريمات انه بعض الاحيان احنا لما نسافر لامور فيها عباده وطاعه قد نخطئ لاننا نجهل في الدين، لكن هذه التقنيه حجه لنا امام الله عز وجل في البحث عن المعلومه، في الافاده الى غير ذلك. فالانسان يحرص على ان يبحث عن المعلومه النافعه ويتحقق قبل فعل الاشياء. يعني من بعض الامور الناس بعض الاحيان يكثرون الزياره من اماكن في المدينه ظنا منهم ان لها اجور معينه، وهو لم يرد اي اجر الا يعني للمسجد النبوي في الصلاه فيه، ثم بعد ذلك زياره البقيع، مقابر الشهداء الصحابه في البقيع وكذلك من دفنوا في البقيع وهو بجوار المسجد النبوي، ثم بعد ذلك